مبادرة جديدة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، ما الذي تحمله لليمنيين؟ هل من أفشل 4 مبادرات واضحة ومزمنة سابقاً سيستجيب لمبادرة عائمة وخاصة بالحديدة فقط؟ مجزرة جديدة اليوم في الحديدة، هل ستنتظر دماء أبناء الحديدة للمبادرات المجتزأة؟ أهلاً بكم. سربت مصادر سياسية مسودة أممية سيعرضها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على مجلس الأمن اليوم الخميس من أجل حل مشكلة الحديدة. وبحسب المسودة المسربة فإن المبادرة لا تسعى إلى حل جذري للأزمة في اليمن ولا حتى في الحديدة، وإنما مقترحات حالمة ستصطدم بأول عائق من حواجز الواقع. المبادرة لم تتضمن انسحاب الميليشيا ولا تسليمهم ميناء الحديدة ولا أي نقطة من النقاط الاستراتيجية في الصراع، وإنما ركزت على شكليات ومشرفي شرطة من الأمم المتحدة وسلطة محلية منتخبة في الوضع الذي يموت فيه أبناء الحديدة من الجوع وينتظر عشرات الآلاف من النازحين العودة إلى مدينتهم آمنين. ما هي تفاصيل المبادرة التي ربما تلقى الآن في مجلس الأمن، وما هي مواقف الأطراف المعنية منها وموقف مجلس الأمن بعد إحاطة مارتن غريفيث؟ مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى إحاطة مارتن غريفيث في مجلس الأمن والمتعلقة باليمن. خطة أممية تم تسريبها تتعلق بالحل السلمي المتعلق بمدينة الحديدة، وبحسب نقاط الخطة فإنها تحمل مضامين لها علاقة بالحل المجزأ للأزمة اليمنية أكثر من علاقتها بالحل السياسي الشامل على ضوء القرار الأممي 2216. الحديدة ورأس عيسى والميناء، تفاصيل تدور حولها النقاط التي قيل إنه من المزمع طرحها على طاولة مجلس الأمن، وتتعلق بما عرف بالحل السلمي المتعلق بالحديدة تمهيداً لاستئناف المشاورات السياسية. المقترح الأممي تحدث عن تواجد شرطة أممية في المدينة وإدارة الميناء من قبل الموظفين المدنيين الذين كانوا قبل انقلاب عام 2014 دون الإفصاح عن الجهة التي ستدقق في طبيعة الموظفين قبل الانقلاب. من بين تلك النقاط تتولى السلطة المحلية في الحديدة إدارة المحافظة دون إشارة إلى طبيعة السلطة وكيف سيتم تمكينها في ظل تواجد القوات الحوثية في المدينة التي تجاهلت الخطة الأممية الحديث عنها. فيما يتعلق بالموارد، أشارت الخطة الأممية إلى تحويل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب، ويلتزم البنك المركزي باتخاذ خطوات فورية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء اليمن. كما أشارت الخطة إلى احترام المسارات القانونية للسلطة في جميع المؤسسات المحلية للدولة في مدينة الحديدة وموانئها في الصليف ورأس عيسى، ويجب إزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية من أداء وظائفها على الوجه الأكمل. لم تخلو الخطة الأممية من التأكيد على الدور الرقابي للأمم المتحدة في القيام بنشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجلس المحلي لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية بالتعاون مع موظفي الخدمة المدنية. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الكاتب والباحث نبيل البوكيري هنا في الاستوديو، سينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. قبل أن نبدأ معك وأيضا مع السادة المشاهدين، ننتقل فقط إلى إحاطة مارتن غريفيث في مجلس الأمن والمتعلقة باليمن الآن. الهدف هنا هو عملية شاملة قدر الإمكان، ولم أصل إلى هذا القرار بسهولة، وقد ركزت ذلك على أساس المشورة التي أزديت إلي من قبل اليمنيين من كل الأطراف، وقد انخرطت مع المجتمع المدني ومع كل الأطراف، وأنا ممتن لاجتماعي مع النساء اليمنيات التي أتشاور معهن حول مسائل وعناصر عملية السلام، وأصواتهن تذكرنا جميعا بأن الأسر اليمنية تتحمل العبء الأكبر لهذا النزاع والذي يجب إنهاؤه. وأعرف من هذا الانخراط أن الحل السياسي لهذه الحرب اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخارجي ونتائج الحوار الوطني متاح كما قلت آنفا.
أمام هذا المجلس. صدقوني يا سيد الرئيس، نحن نعرف ما الذي يمكن أن يحقق النجاح، وتحدثنا إلى كل الأطراف، وقد درسنا خبرات الجهود الماضية لتسوية هذا النزاع. ومئة يوم في الكويت كانت مرشدا قيما بالنسبة لنا. السيد الرئيس، نهاية هذه الحرب لن تتحقق بشكل سريع للشعب اليمني، بينما ووفقا لزملائنا في الجانب الإنساني، فإننا لم ننجح بشكل سريع في إنهاء هذه الأزمة، سيكون هناك مزيد من الملايين من اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدة والوكالات الإنسانية. وأنا أعي أنه في كل يوم نخسر الأرواح التي كان يمكن إنقاذها، ولو كنا تحركنا بشكل أسرع كان يمكن أن يتحسن الحال. اسمحوا لي أن أتحدث عما يحدث في اليمن. في الحديدة كما ذكرنا أحرزنا تقدما، لا سيما فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في المرفأ، وتم الموافقة على ذلك من قبل جماعة أنصار الله، لكن هذا يعني أننا أغلقنا هذه الفجوة، وسنواصل جهودنا لإيجاد حل سلمي لأزمة الحديدة. هذا التقدم يعزى إلى التعاون من كل الأطراف ودعم هذا المجلس النشط، كما أواصل الحصول على التعاون والدعم من الحكومة اليمنية وكذلك قيادة التحالف، كما عقدت أيضا اجتماعات إيجابية وبناءة مع كبار المسؤولين في أنصار الله. وهذه العلاقات أساسية من أجل فرص النجاح في مساعينا لتسوية سياسية. تعزيز العلاقات هي مهمة أساسية بالنسبة لنا، لا يجب أن نتخلى عما حققناه حتى الآن، وأنا مصمم على البناء على ذلك في مشاوراتنا، لكن لا يجب أن نسمح، كما ذكرنا، لا يجب أن نسمح بإحراز تقدم وعدم إحراز تقدم حول مسألة الحديدة أن يعوقنا عن الوصول إلى تسوية سياسية لهذا النزاع. قد تكون الحديدة نقطة توتر متزايد، ويجب تخفيف التوتر بغض النظر عن حجم الأزمة، بما في ذلك العرض الأحادي من أنصار الله لوقف الهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وأقلقون بإزاء التبعات الإنسانية، وقد تكون هناك إعاقة لاستئناف العملية السياسية في سبتمبر أيلول. ولذلك أدعو كل الأطراف لتوفير بيئة مواتية، واستخدم هذه الكلمات بحرص، بيئة مواطية لتحقيق ذلك. بالنسبة للمسائل الأخرى، أنا أتشجع بسبب الرغبة المشتركة لكل الأطراف لإطلاق سراح الآلاف، مئات الآلاف من السجناء. مكتبي كان يعمل على هذه المسألة، والرئيس هادي في كل مناسبة التقيت فيها به حثنا على تولي زمام المبادرة فيها. وأعتقد أنني أشيد هنا بالجانب الإنساني الذي يبديه، ونحاول تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن. في الختام السيدة الرئيسة، سوف أوجز طلباتي بالنسبة لكم. أولا، دعم لجهودي لبدء مشاورات في سبتمبر أيلول في جنيف. ثانيا، دعم لجهودي تخفيف التوتر في الحديدة ومنع التصعيد، ويبقى البحر الأحمر بعيدا عن النزاع. ثالثا، دعم هذه التدابير التي ذكرتها. هناك الكثير من التدابير التي يمكن أن تعيد الأمل لليمنيين. إن شعب اليمن هو الذي سيضمن أن يكون هناك فرصة أفضل لإنجاح هذه المفاوضات السياسية، ودون إشراك الشعب اليمني ومصلحتهم ودعوتهم وتوعيتهم لن يكون ذلك ممكنا. يجب تقديم التشجيع لهم ليؤمنوا بحدوث ذلك. رابعا، نحن نشيد هنا بشجاعة المنظمات الإنسانية الدولية، وقد تشرفت في زياراتي المتكررة لليمن أن أشهد على موثوقيتهم واستقلالهم وحيادهم في عملهم.
هذا شرف استثنائي بالنسبة لنا جميعا. وأخيرا من خلالكم السيدة الرئيسة أود أن أشكر هذا المجلس على مستوى غير المسبوق من الدعم الذي قدمتموه لجهودي والذي يحقق فارقا كبيرا. هذا المجلس المتحد والذي يعزز مبادئ الأمم المتحدة، إن استمرار الوحدة في هذا المجلس ضروري من أجل تسوية هذا النزاع. شكرا جزيلا. أشكر المبعوث الخاص على هذه الإحاطة، والآن أعطي الكلمة للسيد جون جينغ. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه إحاطة مارتن جريفيث في مجلس الأمن، ألخص أبرز ما جاء فيها. الأسر اليمنية هي التي تتحمل العبء الأكبر، وأن الحل السياسي هو الأقرب لحل الأزمة اليمنية، لأن نهاية الحرب لن تتحقق بشكل سريع إذا ما ظلت الأطراف المتصارعة في هذا الحرب. تحدث عن 100 يوم من المفاوضات كانت في الكويت، وكانت مرشد أو قاعدة أساسية انطلقوا من خلالها. كان يفترض أن تكون هناك كما قال يعني تحركات أسرع لكي يقل عدد من نفقدهم يوميا، فكل يوم هو يعد خسارة للأرواح كان يمكن إنقاذها. تحدث أنه تم إحراز تقدم في مسألة الحديدة فيما يخص المرفأ وتعاون كل الأطراف، وشكر بالذات يعني أنصار الله لتجاوبهم، ثم ذكر قيادة التحالف هناك تصميم على البناء من أجل هذه المشكلة مشاورات، ولا يسمح لا يجب السماح بأي تراجع. الحديدة هي نقطة توتر زائدة، وبغض النظر عن حجم الأزمة فلا بد من 4 نقاط ذكرها، هي أنه المفاوضات المقبلة ستكون في سبتمبر وربما في جنيف، وأيضا دعم جهود تحييد البحر الأحمر، وكذلك دعم التدابير لن تكون إلا من الشعب اليمني، وأشاد بشجاعة المنظمات الإنسانية وحياديتها، وحث جميع الأطراف على الإفراج على جميع المعتقلين. إذن من خلال هذه النقاط التي تم إيرادها، أستاذ نبيل، سؤالي: أين الحكومة الشرعية من كل ما تم ذكره؟ للأسف الحكومة الشرعية غائبة، حتى في ملاحظته لم يذكرها لا من قريب ولا من بعيد يعني، وتحدث عن أطراف للصراع هي جماعة الحوثي والتحالف العربي، و هذا في تطور يعني خطير في ملف في خطاب وأدبيات الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، حينما يتحدث مغفلا للشرعية الحقيقية التي تمتلكها الحكومة اليمنية. وبالتالي هذا نتمنى أن لا يكون توجه، ونتمنى أن يكون زلة لسان أو نسيان في الحديث عن الحكومة الشرعية. إذن برأيك ما هي أبرز النقاط التي ركز عليها المبعوث الأممي؟ طبعا قبل الحديث عن أبرز النقاط التي ركز عليها، نحن دعنا نعمل توطئة بسيطة في مفهوم هذه الإحاطة ودلالتها ومؤشراتها. نعم. مفهوم هذه الإحاطة هي اختزال تام للقضية اليمنية من صراع بين حكومة شرعية وانقلاب وجماعات ميليشيوية انقلابية سيطرت على العاصمة وسيطرت على مقدرات الدولة في سبتمبر 2014، إلى صراع حول ميناء الحديدة. تخيلي يعني هذا صراع، وهذه الحرب الإقليمية التي تشهدها اليمن، نأتي في 2018 في منتصف 2018 نتحدث على أن الصراع كامن ويدور حول ميناء، من يدير ميناء الحديدة. أنا أعتقد هذا اختزال وتشويه لمفهوم الصراع في اليمن. هذا الجانب. الجانب الأهم أيضا والأخطر في الحديث على أن يعني التركيز في هذه الإحاطة على قضية الحديدة، ولم يذكر يعني المقدمات التي أدت إلى مثل هذا الاختزال للقضية يعني، ومثل هذا التوصيف الناقص. أنا باعتقادي أيضا وهو الأخطر أيضا، أنه امتداد جريفيث هو امتداد للفشل الأممي عن طريق المبعوثين السابقين ولد الشيخ وبن عمر. وبالتالي جريفيث لم يأتي بجديد، إنما يكرس الفشل. نعم، الذي اختطط يعني أخطأه. الإحاطات السابقة كانت تذكر قرار 2216، تذكر المرجعيات الثلاث هنا يعني، وكأن الإشكالية فقط هي الحديدة والمفاوضات التي يعني سيبني عليها. برأيك يعني حديثي عن المفاوضات وأنها ستكون في سبتمبر ودعوته لجميع الأطراف أن يعني يقدموا كل ما يستطيعون لأجل تذييل الصعوبات أمام هذه المفاوضات، ما الجديد الذي ستحمله هذه المفاوضات؟ ما الذي ستقدمه؟ الغريب حينما يتم الحديث الآن عن مفاوضات في سبتمبر المقبل،
يقال أنه الأشياء تعرف بعناوينها. إذا كان الإحاطة اليوم التي تنبأت أو التي توقعت أو تحدثت عن مفاوضات سبتمبر القادم في جنيف هي بهذه العناوين الركيكة، عناوين تتحدث عن تجزئة الصراع وتحويله إلى صراع حول التحكم والسيطرة بميناء الحديدة، ماذا سنتوقع سيكون مضمون المباحثة السابقة في سبتمبر القادم؟ ما يعني على أي أساس ستقوم؟ إذا كان هذه الإحاطة أغفلت كما ذكرتي أنت وتفضلتي مسألة المرجعية الثلاث، مسألة القرار 22-16، يعني لم يذكر حتى شرعية لا بسلب ولا بإيجاب، بمعنى نحن أمام مهزلة كبيرة ستتجلى. هذه المهزلة تتوقف إيقاف مثل هذه المهزلة على مدى قبول الحكومة الشرعية لهذا أو الصمت تجاه ما جرى. إذن يعني هو تحدث أيضا عن 100 يوم في الكويت كانت مرشدة لهم كما قال لبناء مفاوضات جديدة. إذا كانت المفاوضات الكويت خرجت برفض ميليشيا الحوثي التوقيع على هذه المفاوضات، إذن ما الجديد الذي يعني يمكن إضافته أو يمكن البناء عليه؟ طبعا مفاوضات الكويت كانت هي ليست المقدمة، كانت هي ربما هي النتيجة لسلسلة مفاوضات في جنيف سابقة، وبالتالي كان المفترض أنه يعني ما دام قد العودة إلى مفاوضات الكويت وأدبيات مفاوضات الكويت، المفترض أنه كان الطرح يتم من ما تم الاتفاق وتم الامتناع عن التوقيع عنه في اللحظة النهائية، لكن يعني وتحميل المسؤولية للأطراف التي امتنعت عن التوقيع. لكن الذي حدث انه يعني حتى الان الحديث عن ادبيات الكويت وانها مسار للتفاوض، انا باعتقادي ان هذا المسار تم رفضه، وبالتالي كيف انت تحاول يعني، وخاصه اذا ما علمنا انه يعني حتى مفاوضات الكويت للاسف الشديد يعني حتى مباحثات الكويت التي تمت والتي تمت في جنيف كلها كانت يعني تدور خارج اطار الاسباب الموضوعيه للصراع، الاسباب الموضوعيه للصراع الكامنه في انقلاب يدعي حقا الهيا في حكم اليمنيين، وبالتالي دار الصراع أو دارت كل المفاوضات حول مسألة شكلية، الانسحاب، الجرحى، المقاتلين، الأسرى، يعني كانت كأنها عبارة عن مفاوضات للنتائج وليس للأسباب. يعني نحن نناقش تداعيات، طيب أنت يعني الطبيب حينما يأتي ليشخص مرضا هو يبدأ بأسباب هذا المرض، الفيروس الذي أنتج هذا المرض، لا يذهب إلى أن يشوف الأعراض التي أتت للمرض. هذا ما حدث في القضية اليمنية في سلسلة المفاوضات الطويلة التي تمت في المرحلة السابقة، يتم مناقشة الأعراض ولا يتم مناقشة السبب، وبالتالي فشلت كل المفاوضات التي تمت في المرحلة السابقة وستفشل المفاوضات اللاحقة لأنها لا تنطلق من الأساس الحقيقي لهذا الصراع. إذن ينضم معنا عبر الهاتف مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام من عمان. مساء الخير أستاذ مختار. أستاذ مختار هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ مختار. سنعاد الاتصال بالسيد مختار الرحبي إلى أن يعود أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني الإشادة بأنصار الله بتلك الطريقة، وأيضا حين يتحدث أنه عقد لقاءات مهمة مع أنصار الله وأنه يعني لابد من بناء مثل هذه العلاقات، يعني ربما نحن لاحظنا أن تكررت زيارات لصنعاء أكثر من لقاء الرئيس هادي في الرياض أو في عدن، ما الذي يحمله ذلك؟ طبعا الأخطر أيضا من مسألة اختزال الصراع في قضية الحديدة، الأخطر هو أنه هذه المفاوضات أو بمعنى آخر هذه المبادرة والتي كانت عناوينها واضحة في الحديث عن جماعة أنصار الله، يعني بالتسمية الرسمية لجماعة الحوثي، هي تسمى نفسها بجماعة أنصار الله، مثل هذه التسمية وتكريسها أيضا ليست عفوية، يعني أن تأتي عن طريق المبعوث الدولي، هي تكريس لحقيقة أنه هناك أمر واقع يتم فرضه. هذا الأمر الواقع يتم من خلال تكريس أن جماعة الحوثي أصبحت سلطة شرعية، تجاوزت مرحلة سلطة الأمر الواقع إلى سلطة شرعية يمكن التفاوض معها والجلوس معها للتفاوض بين يعني الإشكالية الآن أنه مرحلة الجلوس أو بمعنى الذهاب إلى الجلوس مع جماعة الحوثي حول طاولة مفاوضات واحدة لمناقشة قضية جزئية لا تتعلق بمسألة الانقلاب ولا مسألة الشرعية، هو اعتراف بسلطة أمر واقع شرعية موجودة أيضا في صنعاء مقابل السلطة الموجودة في عدن والهشة في عدن. وبالتالي أنا باعتقادي كل ما سيقول بعد ذلك هو سيكون في صالح تكريس فكرة حكومتين متصارعتين في الحالة اليمنية، وبالتالي الذهاب إلى شرعنة الانقلاب من خلال العمل على
إذابة الشرعية والانقلاب في إطار كيان هجين مشوه يحمل بذور الأزمات وبذور الكوارث لليمن مستقبلا. إذا عاد إلينا مختار، نشكر في حديثنا هذا. مساء الخير أستاذ مختار رحبي. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهدي الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار، كيف تابعت إحاطة مارتن جريفيث في مجلس الأمن بشأن اليمن؟ طبعا هو تحدث بشكل عام عن كثير من المشاكل التي تعاني منها اليمن، تحدث عن دعوته لجميع الأطراف لمشاورات قادمة أو ما سماها مفاوضات قادمة في جنيف، تحدث أيضا عن الوضع الإنساني، تحدث عن موضوع الملاحة الدولية التي تهددها ميليشيات الحوثي الانقلابية التي استهدفت كثير من السفن، ولعل آخرها السفينة أو حاملة النفط السعودية، وهذا يعتبر تهديد ليس فقط للملاحة اليمنية فقط ولكن للملاحة الإقليمية والدولية، كون المضيق باب المندب تمر عبره بحسب إحصائيات عشرة التجارة العالمية. بالتالي ما تقوم به الميليشيات الإنقلابية ليس فقط تهديد للملاحة الدولية، الميليشيات الإنقلابية تقوم بانتهاكات فظيعة داخل الأراضي اليمنية. لا أدري لماذا لم يتحدث المبعوث عن هذه الجرائم ونسي كل شيء وتحدث فقط عن شكرهم وشكرهم وأنهم يعني لديهم رغبة في الذهاب بالسلام. لا أدري أين هي الرغبة، مع أننا جربنا هذه الميليشيات في جنيف واحد وجنيف اثنين وكذلك كويت واحد وكويت اثنين، لم يفرجوا عن معتقل واحد. نعم، لكنه أيضا يتحدث أستاذ مختار عن يعني مفاوضات في سبتمبر أيلول القادم، يعني هل لدى الحكومة إشعار بذلك؟ هل هي موافقة لحضور مثل هذه المفاوضات؟ طبعا هي دعوة، هذه الدعوة قد يتم تأجيلها، قد ترفض قد تقبل، هذا طبعا تحدده الحكومة عبر بيان رسمي عبر الناطق الرسمي. لم حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك بيان رسمي من قبل الحكومة بخصوص هذه المفاوضات، لكن أنا أعتقد أن الحكومة من حيث المبدأ ليست لديها مشكلة الذهاب إلى مشاورات، كونها يعني أبدت حسن النوايا في كثير من المشاورات السابقة سواء في الكويت أو في جنيف، وأيضا تحدثت مع المبعوث السابق والمبعوث الحالي أنها ليست لديها مشكلة طالما أن المشاورات لن تخرج عن ما تم الاتفاق عليه سابقا، وهي ثلاثة منطلقات يجب أن تنطلق منها أي مشاورات، وهي القرارات الدولية وكذلك المبادرة الخليجية. ما القيمة إذا أستاذ مختار إذا ستذهب لإعادة ما تم التفاوض عليه في الكويت وأقامت بالتوقيع على ما تم الاتفاق عليه ورفضت ميليشيا الحوثي، ما الفائدة التي ستجنيها الحكومة من ذهابها هذه المرة؟ طبعا هناك تغيرات على أرض الواقع، يعني أي مشاورات هي تنعكس مباشرة على الوضع الميداني. الوضع الحكومي أنا أعتقد الوضع أصبح أفضل من السابق في مشاورات جنيف الأولى والثانية وكذلك مشاورات الكويت، الوضع أفضل بكثير. اليوم أصبحت القوات التابعة للحكومة والمقاومة أصبحت على تخوم مدينة الحديدة، بالتالي خريطة العمل العسكري هي التي تحدد العمل السياسي. لكن الفائدة التي أو السؤال الذي سألتني هي أن الحكومة بالفعل ليست لديها مشكلة الذهاب، لكن نحن نعرف مسبقا أن الذهاب لن يكون أفضل من السابق، لأننا وصلنا معهم إلى نقاط رفضوهم يعني إبداء المرونة فيها، وكانت نقاط يعني بسيطة جدا وهي بناء الثقة فقط، يعني إخراج المختطفين والأسرى وكذلك وقف إطلاق النار وبعد ذلك يتم الدخول. يعني تصوري أننا حتى هذه اللحظة يعني في الكويت ثلاثة أشهر لم يتم الدخول إلى عمق القضايا وهي الانسحاب وتشكيل اللجان وعودة الحكومة وتسليم الأسلحة، كانت كلها ما تزال القضايا التي يتم من خلالها بناء الثقة، لم يتم التعمق في أساس الأزمة وانسحابهم من المناطق والمحافظات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك مختار أرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن توصل المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني بهذه الدعوة التي أطلقها جريفيث بأن هناك مفاوضات في سبتمبر القادم، هل تتوقع أن تظل الحكومة متمسكة برأيها إذا أنها طرحت أنه لن يتم فتح موضوع المفاوضات ما لم يتم الإفراج عن المعتقلين جميعا؟ طبعا هذا كان معطى سابق، مسألة المعتقلين ومسألة تقديم حسن النوايا. أنا باعتقادي أن التطورات اللي حصلت على امتداد، نعم، لكن أيضا أطلقت مؤخرا من وزير الخارجية اليمني، طبعا أيضا أنه يعني حتى مثل هذه المعطيات التي أطلقت أو التصريحات التي أطلقت من قبل وزير الخارجية، أنا باعتقادي أنه في تطورات كثيرة حصلت. يعني اليوم باعتبارات المعركة، يعني الطرف الحكومة الشرعية أقوى بكثير من الطرف الانقلابي. الإشكالية تكمن أنه يعني الحكومة الشرعية لديها الكثير من القصور، الكثير من الخلل، الكثير من عدم يعني دعني أقول حسم هذه النتائج، وبمعنى استثمار هذه النتائج التي تحققت على الأرض. وبالتالي الاستمرار من قبل الحكومة الشرعية بالتعاطي مع ملف التفاوض مع جماعة الحوثي من قبيل أنه لم يتغير شيء وأنه الأمور لازالت، يعني جماعة الحوثي اليوم أين كانت وأين صارت اليوم؟ جماعة الحوثي اليوم تحصر كل يوم في زاوية ضيقة، في إطار جغرافي ضيق، وبالتالي الاستمرار في التعاطي معها كقوة أمر واقع قادرة على، أو أنها لازالت تمتلك التوازن العسكري اللي يمكنها من إحراز أي نصر عسكري أو سياسي، أنا باعتقادي ليس من منطق السياسة بمكان. الحكومة الشرعية اليوم أن تعي أن الواقع السياسي العسكري تغير كثيرا، كل ما هنالك على الحكومة الشرعية أن تغادر مرحلة الفشل ومرحلة العجز في الأداء وسوء الأداء الذي يقتصر في عملها أو الذي يتسم بأدائها حكومتها الشرعية، وتنطلق لإيجاد خيارات أفضل في التفاوض وفي العمل وفي المسار العسكري ومعالجة الاختلالات الموجودة في المناطق المحررة. لا يجب الركون إلى الأمر الواقع وإلى ما تمليه عليهم الأجندة الدولية، القبول بالأجندة الدولية بمعنى القبول بالاستسلام على عكس الواقع العسكري الذي حققته الحكومة الشرعية. نعم، إذن هو أيضا تطرق المبعوث الأممي لموضوع أنه على الجميع أن يقدموا أيضا أو أن يوقفوا المعارك في الحديدة وتحييد مسألة تحييد البحر الأحمر لأجل يعني أن تثمر الجهود المبذولة ولا يتم التراجع. هل ستستجيب الحكومة لمثل هذه الدعوات أم أنها يعني ستجد أنها غير مبررة؟ باعتقادي الحديث ايضا حتى عن هذا الاختزال الكبير في مساله المعركه، وانه يعني المعركه في الساحل الغربي هي معركه بين حكومه وانقلاب، بين شرعيه وانقلاب، وبالتالي التعاطي مع 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 هذا المفهوم على انه يجب وقف اطلاق النار، وهما سبقه الحوثي قبل ايام بالحديث عن وقف اطلاق النار في منطقه لم يعد له وجود فيها، وانما يستطيع من خلال امتلاكه لصواريخ إيرانية في الوصول إلى الأهداف البعيدة. لكن في حقيقة الأمر أيضا أن الحكومة الشرعية اليوم ليس من صالحها الوقوف عند هذه التحذيرات أو الوقوف عند هذه الإغراءات الكاذبة من قبل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي من مصلحته إطالة الصراع في اليمن، ومن مصلحته التعاطي مع جماعة الحوثي كفزاعة من أجل البقاء ومن أجل الانتشار في المنطقة ومن أجل استحلاب أموال الخليج في سوق السلاح وغيرها، وبالتالي لا يجب التعاطي مع مثل هذه الروشيتا الأممية على أنها القول الفصل في التعاطي مع جماعة الحوثي. أنا باعتقادي الواقع الميداني، الواقع العسكري، الواقع الاجتماعي الذي يجب أن يحدد مسار التعاطي مع هذه الجماعة من خلال استغلال كل الكوارث التي حققتها وانجزتها جماعة الحوثي على امتداد 4 أعوام أو 3.5 أعوام من الآن. هناك تململ شعبي، هناك فشل في كل المستويات لهذه الجماعة، وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية أن تحسن من أدائها وأن تستثمر هذا الغضب الشعبي تجاه هذه الجماعة من أجل استكمال المعركة وعدم الالتفات إلى أي جزرة يتم إلقائها من قبل الأطراف الدولية التي من مصلحتها إبقاء الصراع في اليمن. نعم، إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي دكتور محمد جميح من لندن. مساء الخير دكتور محمد. اهلا وسهلا، مساء النور. نعم، بالتاكيد تابعت احاطه مارتن جريفيث دكتور، يعني بدايه ما هو انطباعك او قراءتك الاولى لهذه الاحاطه؟ هو يمكن القول ان الاحاطه حاول فيها جريفيث ان يسترضي جميع الاطراف،
وحاول أن يقدم أيضا ذخرا ولو معنويا لنفسه أمام مجلس الأمن بأنه قد أنجز بعض الشيء وأحدث بعض الاختراق بتأكيده على تحديد موعد، لم يقل كيف يمكن أن تلتئم هذه الأطراف حول هذا الموعد للمباحثات. الكلام حول يعني الأطراف صراع والكلام حول مساواة الشرعية بالانقلاب يبدو أنه في غير صالح المؤسسة الشرعية، ونحن نقول منذ فترة طويلة بأن الأداء الشرعي لا يرقى إلى مستوى أن تكون هذه الشرعية شرعية، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية أن تساوى بالانقلاب، مع أنه لا يبرر للمجتمع الدولي أن يتعامل مع الشرعية على أساس أنها طلب من الأطراف. هناك في اليمن انقلاب واضح، وعندما يحدث انقلاب وآخرها ربما أو ضمن الأخيرة من الانقلاب في تركيا ندد به العالم، لماذا في اليمن يراد أن يشرع الانقلاب؟ أقول أن عدة أسباب لهذه المحاولات، منها الأداء الحكومي ذاته، لا يمكن أن يختلف اثنان في اليمن سواء من محبي الشرعية من خصومها أو من أصدقائها بأن الأداء لم يكن على المستوى الوطني، لم يكن على مستوى الجراح الوطنية، لم يكن على مستوى أمال الناس، ولم يكن على مستوى المعاناة. وبالتالي كل يوم تمتد في هذه الحرب تفقد الشرعية من رصيدها، إلى أن أخشى أن يأتي يوم فلا يعترف بها كشرعية لأنها لم تتصرف على بالشكل المطلوب، لا عسكريا ولا أمنيا. نعم، ولا حتى في الإحاطة دكتور يعني لم يتم ذكر الشرعية. نرجع للإحاطة. نعم، في الإحاطة لم يتم ذكر الشرعية، يعني تم ذكر أنصار الله أنه عقد اجتماعات مهمة معهم، وأيضا شكر قيادة التحالف أنه يعني حصل على تعاون من قبلهم. بالنسبة للحكومة ربما ذكرت كأطراف، وأحث جميع الأطراف وأنا أدعو جميع الأطراف إلى مفاوضات، يعني ما سر هذا التغييب أستاذ الدكتور محمد؟ أنا أعتقد أن الحكومة تتحمل المسؤولية، الشرعية هي تتحمل المسؤولية، كما يعني لا أريد أن أكرر نفسي، لكن أداؤها هو الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، ومع ذلك لا يزال في يدها الكثير من الأوراق، لا تزال هي الشرعية المعترف بها دوليا. السيد جريفيث يعني هو لا يبحث في تصوري عن حل الأزمة، هو يدير أزمة ويعيد إنتاج أو يمرحل هذه الأزمة إنجاز التعبير، يرحلها للمستقبل من أجل أن كما ذكر ضيفك الكريم الذي أعتذر لم أتمكن من نعم معنا الأستاذ نبيل بكيري. نعم تفضل. حياك الله أخي وصديقي العزيز الأستاذ نبيل. استنزاف دول الخليج، استنزاف الأطراف اليمنية، تشغيل مصانع السلاح وما إلى ذلك، لكن أنا في تصوري أنه حتى يعني عندما نجد صورة المبعوث الدولي نازلا في مطار صنعاء الدولي يستقبله أحد الموظفين في وزارة الخارجية في لما يسمى بحكومة الإنقاذ في صنعاء، بينما عندما يذهب إلى عدن أو إلى الرياض يلتقي برئاسة الجمهورية. لماذا لا تعطي الحكومة الشرعية لنفسها قدرا من تقدير الذات؟ لا يفترض حتى أن يلتقي بوزير الخارجية، يفترض أن تكون هناك لجنة مشكلة فريقا تفاوضيا يلتقي بجريفيث. هذا الهوان الذي وصلت إليه الشرعية اليمنية على نفسها هو الذي جعل الآخرين ينظرون إليها بهذا المستوى لا يعبرونها. أنا لا أستسيغ أن أرى رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الدولي، على أقل تقدير يستقبله وزير الخارجية، لكن خذي هذا، تشكل لجنة من رئيس الوزراء اليمني للنظر في ردود على مارتن جريفيث في خصوص ما طرحه من مقترحات لإحلال العملي لإحلال السلام في اليمن. رئيس الوزراء الذي يفترض أن يتفرغ لأمور أخرى، للأمور التنموية والأمنية والاقتصادية وما إلى ذلك، يكون على رئاسة لجنة، هذه اللجنة معيبة، وكان يفترض أن يكلف بالأمر موظف الوزارة الخارجية، رئيس الوفد التفاوضي لليمن إلى مؤتمر الكويت، أو حتى وزير الخارجية. أقصد أن الذي يعني كما قال المتنبي من يهون يسر الهوان عليه، هذا هو وضعنا الآن. ما زال لدى الشرعية الكثير من الأوراق يمكن أن تستخدمها، لكن إذا استمر وضع الشرعية على هذا الأداء الغير المجدي فسوف يتسرب ما لديها من رصيد. والآن المجتمع الدولي يعني يتحدث باللغة الإنجليزية عن conflicting parties، يعني أطراف متصارعة، لم يعد يتحدث عن
شرعيه وانقلاب كما نعم. كان في 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 اليوم الاول لهذه الشرعيه او لهذا الانقلاب في صنعاء. نعم، اذا هو تحدث ايضا عن دعوه لمفاوضات في سبتمبر في جنيف، ما الذي ستحمله هذه المفاوضات برايك؟ هذه المفاوضات لن تحمل شيئا جديدا، يعني الأفق مسدود، لأن الحل من وجهة نظر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التي لا تزال يعني سائدة حتى الآن ولم تتغير هي القائمة على القرار الدولي 22/16، بمعنى تسليم السلاح، الانسحاب من المدن، وعدم التدخل في إدارة شؤون الدولة، إطلاق الأسرى والمعتقلين وما إلى ذلك، والدخول تشكيل حزب سياسي والدخول في حكومة. أنا وأنت والمشاهد الكريم والأستاذ نبيل نعرف جميعا بأن الحوثي لن ينفذ ذلك. في كل الاتفاقيات التي وقعها الحوثي منذ 2004 إلى حتى هذه اللحظة يأتي البند الأول من بنود الاتفاقية بينه حتى مع النظام السابق بالنص على أن يسلم الحوثي سلاحه وأن ينسحب من المديريات، حتى كان لا يزال في مديريات صاعدة. ما الذي حصل؟ هل سلم الحوثي مسدسا واحدا؟ كان ينزع الألغام في الحرب الثالثة بعد أن شكلت لجنة لنزع الألغام، كان ينزع الألغام ويضعها في مخازنه هو ويعود بها إلى مخزنه، لا يسلمها للدولة. وبالتالي لماذا نغالط أنفسنا ونسعى لتمطيط الكلام السياسي وتنميطات محددة ليس لها معنى؟ المسألة واضحة، يعني على اليمنيين اليوم أن يأخذوا على عاتقهم تحرير بلدهم من هذا الانقلاب. المسألة واضحة، الأمم المتحدة أصبحت تلعب لعبة إدارة الأزمة، الأطراف المتصارعة في أو الأطراف الرعاة للمبادرة الخليجية أو الرعاة للعملية السياسية في اليمن، هؤلاء هم الذين يصدرون السلاح وهم الذين يستفيدون باستنزاف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبقية الدول المشاركة بصفقات السلاح. وكذلك أخشى أن نصل إلى فترة من الفترات يصار فيها الى ان تنتزع الشرعيه عن الحكومه اليمنيه والسياده، وبالتالي تسلم الموانئ اليمنيه لاطراف دوليه محدده بحجه عدم قدره الحكومه على حمايتها، وبحجه ايضا ان الحوثيين الانقلاب لا يمكن ان يحموا هذه الموانئ، وتجد القوى الدوليه مواطئ قدم لها على السواحل اليمنيه، ويترك اليمنيون لحرب داخليه في البر اليمني. نعم، ربما هذا ما تسرب من هذه المبادره مارتن غريفيث. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. إذا ما تعليقك أستاذ نبيل؟ يعني فعلا تحدث الدكتور كما استمعت إلى تهميش دور الشرعية وهي التي همشت نفسها أساسا، هل نتوقع يعني أن تسحب خارج دائرة الصراع تماما؟ أنا أتفق تماما مع ما ذكره الدكتور محمد جمعي فيما يتعلق بجزئية أنه الأمم المتحدة في اليمن تدير الأزمة وليس بنيتها أو بأجندتها حل هذه الأزمة. يعني الأمم المتحدة بالأخير هي طرف معبر عن أطراف دولية لها مصالح في استدامة الصراع، استدامة الحرب في اليمن، يعني تجربة أربع ثلاث سنوات ونصف تشي وتؤكد مثل هذا المسار للصراع. وإلا فإن القرارات واضحة، الخطوات واضحة، خريطة الحل في اليمن واضحة منذ اليوم الأولى، وهو ما تشكل وما تمثل بالقرارات 22/16. فلماذا في كل مرة يتم تجاوز مثل هذا القرار؟ هذا الجانب. الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالشرعية، أنا باعتقادي أنه جزء كبير جدا من الفشل الحاصل، من العبث الذي يقوم به المبعوث الدولي، من العبث الذي تقوم به الميليشيات، من العبث الذي يقوم به التحالف، هناك عبث وفائض عبث في الملف اليمني وفي الأرض اليمنية وفي الجغرافيا اليمنية. هذا فائض العبث، المدخل الوحيد له والمشجع على استمرار هذا العبث هو الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية هناك عجز كبير، هناك فشل كبير، يجب أن نقول لهم أنهم كفى عبث. يعني المتابع أو المتابع لسير أداء هذه الحكومة على امتداد ثلاث سنوات ونصف يجد أنها تجيد صناعة الفشل، تجيد صناعة تكريس ملف الأزمة اليمنية، وتقدم خدمات مجانية للانقلاب وتطيل من أمد هذا الانقلاب من خلال هذا الفشل الذي نراه في عدن، نراه في المكلا، نعم، نراه في كل يعني مكان. في نهاية الأمر من يتحمل يعني تبعات هذا العبث أستاذ نبيل؟ يعني في المواطن هو من يدفع هذه الكلفة. يعني اليوم الذين قضوا في ضربات التحالف الخاطئة ليسوا يعني أول من سيموتون ولا آخرهم من سيموتون بهذه الضربات. يعني هناك إشكالية حقيقة في نهاية الأمر تدفع الفاتورة من الدم. وهو هذا الذي أريد أن أقوله، إنه حينما يجب أن نقول للمخطئ أنت أخطأت
وللفاشل أنت فشلت. نحن هنا سنكون على قدر من المسؤولية، نقول إنه كفاية أن يدفع المواطن البسيط فاتورة هذه الحرب وفاتورة الفشل. المواطن البسيط هو الذي يدفع هذه الفاتورة من قوته، من دمه، من لحمه، من عرقه، من من من, من أملاكه، من مقدراته. وبالتالي المواطن هذا الذي يدفع واستطاع أن يصمد هذا الصمود الأسطوري على امتداد 3 سنوات من إعدام رواتب، من إعدام مشتقات نفطية، من إعدام خدمات كهرباء. يعني المواطن اليمني اليوم ضرب درجة قياسية في تحمل والصبر وتحمل هذه الويلات التي تعانيها اليمن. بالتالي في المقابل، الطرف المقابل، من سبب مثل هذا الفشل؟ العجز، الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية بعيدة كل البعد، هناك بون وفجوة ساحقة بين الحكومة الشرعية وبين الشعب الذي منح هذه الشرعية، من خلال أنها لا زالت تحكم وتدير الأمر رمزيا وتتمتع بمكافآت وامتيازات يعني ما كانت تتحقق لها أيام السلم، فما بالك الآن في أيام الحرب وهم يتقاضون رواتبهم بالدولارات وهم عايشين في 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 المنتجعات وفي الفنادق وفي ويتمتعون بكامل حقوقهم ومسؤولياتهم وحرياتهم مع أسرهم، بينما الشعب في الداخل يعاني الويلات من الحرب والدمار وبالتالي يجب أن نقول للحكومة الشرعية الآن يجب أن يتوقف هذا العبث، يجب أن يعاد النظر في كثير من القضايا التي اشتغلت عليها الحكومة الشرعية من قضايا التعيينات والقرارات الكارثية التي رأيناها من إدارة المناطق، من مسألة إعادة يعني بناء مؤسسة الأمن ومؤسسة الجيش وفقا لمعايير وطنية وتحمل مسؤولياتهم في هذه المناطق من خلال قضية الخدمات، قضية الأمن والاستقرار. بالتالي ما الذي تحقق؟ أنا باعتقادي لم يتحقق الحكومة الشرعية شيء سوى مئات القرارات التي راحت في نصيب شلل لصوصية باسم الأهل والأقارب والمحسوبين على هذه الشخصيات. بالتالي يجب أن يقف هذا العبث، لا يمكن أن ننتصر في الحالة اليمنية ما لم يتم إعادة تصحيح هذا العبث التي تقوم به الحكومة الشرعية، ولن يقف هذا العبث إلا بقرار حقيقي بتشكيل حكومة جديدة، حكومة جديدة لا يتجاوز عدد أعضائها 8 إلى 10 أشخاص، كل يمسك ملف من ملفات الأزمة اليمنية. أما كذا أنا باعتقادي أنه نحن عايشين في كارثة لا يمكن أن تنتهي. نعم، إذا تعقيبك الأخير حول يعني إشادتي بالمنظمات الإنسانية الدولية وحرصي على الحديث عن موثوقيتهم وحياديتهم وشرفهم، يعني أليست هذه إشارة يعني هذا مؤشر واضح على الكذبة التي يراد ترويجها؟ يعني مثلا اليوم حتى ما سمعت هذه الكلمة أنا ضحكت يعني من قلبي. أرسل لي أحد الزملاء من الشباب اليوم في تويتر صورة لإحدى طواقم الأمم المتحدة وعليها صور لقتيل حوثي. يعني نحن أمام طبعا هذه واحدة من المؤشرات، لكن حقيقة الأمر يعني أين ذهبت المساعدات الدولية على امتداد 3 سنوات؟ يعني اليوم المساعدات الدولية يتم بيعها في السوبر ماركت في صنعاء وفي غيرها من المناطق، تباع وتذهب مجهود حربي الميليشيات الانقلابية. يعني هذا التكالب وهذا الصراع الدولي والاهتمام الدولي الزائد بميناء الحديدة باعتبار ميناء الحديدة الشريان الوحيد الذي يزود هذه الميليشيات بالمال والسلاح ويزودها يعني أكسجين لهذه الميليشيات الانقلابية. وبالتالي هذا الإشادة هي إشادة واضحة أنه يعني تكرس فكرة الاهتمام الزائد من المجتمع الدولي بميناء الحديدة، وهو اهتمام بجماعة الحوثي ليس أقل ولا أكثر. نعم، إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.